ليك كابتن كريم ولضيوفك ولكل مشاهدي النهار والقناه الثانيه. يعني كابتن ضياء الزعيم المدير الفني لنادي ديروت، عايز اقول لك هارد لك النهارده، يعني اداء في حدود الامكانيات، اقول لك هارد لك. الله يخليك كابتن، ومبروك للنادي الاهلي، وشكرت اللاعبين بتاعتي في غرفه خلع الملابس. نبدا بقى نفكر في الدوري وبطوله الدوري، عندنا مباراتين مهمين لتحديد بقاء الفريق في الممتاز به. ربنا يوفقنا ان شاء الله، والحمد لله تعاملنا مع المباراه باحترام. النادي الاهلي في نادي كبير، ولاعبين على قد المسؤوليه بالنسبه للنادي الاهلي، حافظوا على النتيجه، حاولنا نحافظ على النتيجه 1-0 ما قدرناش، وربنا يوفقهم ان شاء الله في الفتره اللي جايه. يعني الشوط الاول كان رائع، وكنتوا قريبين بالفعل من تحقيق يعني هدف التعادل، قربتوا كتير لكن اهدرتوا فرص كتير، واضح ان في مشكله برضه في الحته الهجوميه. والله يا كابتن، هم امكانيات اللاعبين عندي، اللعيبه من ممتاز، من الدرجه الثالثه للممتاز به، برضه مسافه بعيده. الحمد لله هم حققوا اللي هم اللي يقدروا عليه في حدود امكانياتهم، لكن هم طبعا انا ما عنديش مهاجم ان هو السوبر اللي هو ممكن يجيب هدف او يجيب هدفين، لكن لعبنا على قد امكانياتنا من نص الملعب والمدافعين، والحمد لله على كده يا كابتن. كابتن ضياء، يعني ناس كتير ما تعرفش مشاكل ديروت، اتكلمنا في الملعب يمكن حتى في مشاكل في التغذيه، يعني خدتني جمله انت قلتها وانت لسه خارج، صراحه حاجه غريبه جدا. والله كابتن، احنا الفريق بيعاني كل يوم في التمرينه الواحده بيجي من ديروت لغايه اسيوط 70 كيلو رايح و70 كيلو جاي. التغذيه حتى بالنسبه للاعبين التغذيه برضه ضعيفه، يعني حتى اللاعبين التغذيه بالنسبه لهم الناحيه الماديه كتر خيرهم. نادي طبعا مغمور، ونادي لسه بادئ وصعد من القسم الثالث للقسم الثاني، امكانياتهم على قدهم. نتمنى ان شاء الله ان الملعب يجهز ويبقى ملعب كويس عشان خاطر يشتغلوا، نبقى نشتغل من خلال ديروت الملعب هناك عندنا، لكن كل يوم سفر. يعني والله كتر خير اللاعبين، يعني انا بشكرهم يعني على الفتره اللي فاتت، ونتمنى لهم ان شاء الله التوفيق الفتره اللي جايه ان شاء الله. بياخدوا ربع ساعه.